بقول تاني، طيب لما احنا خدنا القرار ده من 3 سنين تقريبا وقلنا نتحرك نعمله، يمكن كتير يا دكتور مصطفى واكيد في مستثمرين مصريين موجودين معانا وفي ناس حتى بتشوفنا وبتسمعنا من داخل وخارج مصر، يقول لك ايه ما تدوا فرصه للناس ايه تعمله، مش كده؟ بالظبط. واحنا انا بقول الكلام ده مش يعني مش كلام يعني سياسه، ولا احنا بنتكلم بجد ان احنا محتاجين ده، محتاجين ان كل الفرص اللي موجوده عندنا، وبالمناسبه الفرص مش كتير قوي يعني الفرص اللي موجوده عندنا مش كتير قوي، ان احنا نقول عندنا مثلا خامات كثيره جدا جدا مختلفه نقدر نعمل عليها الكتير، لكن على الاقل اللي موجود عندنا ناخد الحد الاقصى بتاعه. نرجع تاني، طب النهارده لما قلنا المصنع ده بقاله 3 سنين بيتعمل، وانا بيتعمل مع مين؟ مع يعني مع شركات اجنبيه، وحتى باسرع وسيله لخروج المشروع يعني للحيز الزمني اللي احنا شغالين فيه. طب ما لو احنا بنتكلم على دول، قلت لي بقى ايه المرحله الثانيه والثالثه والرابعه ان شاء الله عليك خير كده 10 سنين كمان باذن الله. 30. لا ما انا بس استنى، انت مالكش دعوه يعني، انت رئيس هيئه الثروه المعدنيه، انا بتكلم على الاستثمار وعلى الحكومه وعلى احنا كلنا نشتغل في الموضوع دوت، لان قدام ال 700 دول هو رقم كبير صحيح، بس نرده في قد ايه؟ في 3 4 سنين يعني، انا ما اعرفش يعني الرقم اللي هيجي سواء انت بتستورد بيه او انك انت بتصدر بيه، هتجيب ال 700 دول في قد ايه؟ باذن مع الله. الوضع في الاعتبار، استنى بس يا ياسر انت مستعجل ليه؟ انا بقول الكلام دوت ليه؟ يا جماعه ما احنا بنطلع نجيب بمليارات الدولارات حاجات اخرى، ففي كتير مننا يقول لك يعني طب يعني هو الرقم ده بسيط؟ الرقم ده مش بسيط، بس كمان ما تنسوش ان احنا بنجيب بارقام كبيره جدا جدا حاجات اخرى زي الاغذيه مثلا، الرقم ده ولا حاجه بالنسبه للي بيدفع الدكتور مصطفى، مش كده؟ ولازم الناس تبقى سامعه ده مني وتعرف ان احنا الرقم 700 مليون دولار اللي ممكن كتير يقول لك ده رقم كبير قوي ان الدوله تدفعه، او حتى في المشروع اللي احنا عملناه النهارده ده رقم كبير قوي ان الدوله تدفعه، بس احنا لو دايما كان المفاضله عندنا ان احنا نقول ده بالدولار وهنجيب الدولار منين، واحنا مش هنتحرك لقدام، احنا ايه مش هنتحرك لقدام، وانا ما ينفعش يعني بالنسبه لامالي، طالما وانا قلت الكلام ده قبل كده كتير، طالما ان انا شايف اللي بجيبه للسوق المصري كام، وده بيبقى التجارة والصناعة مع البنك المركزي مع المالية يعني مع التجارة والصناعة، مش كده؟ عارفين احنا بنجيب ايه وقيمته او فاتورته علينا كام، واذا كان موجود الكلام ده موجود في مصر، طب انا لو طلعته واشتغلت عليه هشغل ناس وهزود الناتج المحلي يا دكتور مصطفى، وهوفر القيمة دي بعد شوية، هوفر القيمة دي ايه بعد شوية.